جماعة الخير، والله ميو رجعنا بودكاست جديد ما راح كثير، بس تقدروا تسمعونا على يوتيوب مع الفنانين وعلى سبوتيفاي أبل بودكاست وأنغامي. أبو كويك شو الوضع؟ هلا 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 عم عبود، على راسي. شو الوضع؟ شو تمام؟ والله مشتاقين ويعني مبسوط إني هون والله ميو. على فكرة أنا فان، يعني بتابعه للبرنامج، متحمس. يسعد ربك. شفت كمية السبورت اللي أعطيتها للبودكاست، ويسعد ربك. وفي ناس كتير مستنيين على فكرة الحلقة هاي، كتير ناس قالوا لي وين أبو كويك، قلت لهم أبو كويك مش هسه. حلو حلو. لا بتعرف بودكاست الحلو فيه أنه يعني خصوصا طبعا في ناس بيصيروا بيتعلموا عن مثلا مشهد معين، بس هيك محليا يعني أنه بتتبع، يعني عارف كيف أنه بودكاست هذا بضمن لك أنك أنت في ناس بتكون تعرفهم، بتعرفهم مش كتير، عارف كيف؟ انه بتحس انه انت هيك بصير تعرف من اي زاوية من على اللعبة اجا هو اصلا. بالضبط. فحلو هذا الجانب الاجتماعي تاعي. بالضبط. وفي بداية البودكاست بنحكي دائما من هو طارق ابو كويك AKA الفرعي. انا عازف ايقاع ورابر وكاتب اغنية ومنتج. الله. هذا بسوي موسيقى يعني. من عمان. ومعي هوية ضفة. قاعد بلندن على فيزة فنان، بضلني أجددها كل سنة، حلبت أملها. ما أظن حدا بالعالم استخدم هذا النوع من الفيز، إنه هذه فيزا بعطوك إياها عشان تيجي تعزف تروح، فأنا حلبت أهلها. يعني مبسوط أنت هناك بيوكي؟ مبسوط أنت بالقعدة؟ مبسوط، بس أنا قاعد بطريقة شوي غريبة، يعني مش هيك الناس بتقعد في هاي البلاد. فمن جديد كتير هلأ الحمد لله طلعت لي، يعني راح اكون قاعد هون بصفه ثانيه، يعني اللي هو فيزا اسمها جلوبال تالنت، وتقدر تكون بني ادم فيها، بتقدر تعمل شغلات مختلفه، تقدر تشتغل، تقدر تدفع ضرائب وتسجل عشان انك اذا تاخذ اقامه بعدين. يعني مش إشي زي اللي كنت عليه قبل. اللي كنت عليه قبل كان هو الإشي اللي بيعطوه لواحد اما جاي شهر، او اذا في فنان مثلا عنده 3-4 حفلات بهاي السنه، مش معقول انه كل شهرين ونص يجدد، فبعطوك سنه. فهي هاي احنا بنضل نجددها كل سنه، كنا عرفت كيف. اوكي. وانت طلعت من 2015 ولا انا غلطان؟ باخر 2014. اخر 2014. باول سنتين كنت يعني انا وحمزه، لانه احنا اللي على جواز اردني، كنا نجدد كل 3 اشهر. ما حد بيعمل هيك يعني، فاهم علي كيف؟ انه هي حركه كتير هاكرز، يعني ايش حفرت اللي عم نعمله يعني. طلع يعني انه مش حد نزهه طلع. انه اسمع، انت عم تقول لي بقدر اجددها من جوا؟ والله لا اجدد، ضلني اجدد فيها. اسمع يعني بالاخير استحيت صراحه، خجلت انه انت ذكرتني. بس بقول لك انت قاعد بهاي البلد تقول له اسم الفيزا، بقول لك عن جد انه لك كل هاي السنين. ذكرتني بشغله لله اردنيه لما كان عندي PS1 زمان. تمام. انا مواليد 93، لما كان عندي مثال الله قوي. بالضبط. لما كان عندي PS1 اول ما اجت، فيش حد عنده اياها، اجتني من الامارات من اخوي، في كان سلك تبع الاوديو فيديو، تذكر؟ هذا خرب، صار سنه وانا قاعد بس بتبب فيه، بحط تيب، بحط الزيك. ايوه بالضبط. سنه كامله. بالاخير اخوي جاب اختراع تاني عشان ما يدفع 3 ليرات. تمام. جاب اختراع تاني، حط له سلك جديد، فهمت علي؟ يعني ضبط اللعبة. اخذوا على التصليح للسلك بدل ما يشتروها. 100%. لا احنا ملوك الحلب صراحه، يعني البلاش كثر منه، وجو انه بدك تستفيد، فهمت علي؟ بالضبط. بس لما تيجي عقص هاي جدا مهمه على فكره. انا عارف هسه فكر الناس نمزح هيك، بس جدا مهمه. شوف العده اللي وراك، انا متاكد اذا بتروح محل هسه ما راح تاخذ غير العده اللي عارف راح تقعد عندك. مشان هيك قبل ما نبلش كنا نحكي على الميكروفون هذا اللي معاك. مية هذا الميكروفون الفخم 100%. هذا ال 58 عظيم. طبعا هلا في انا هون عندي شو اسمه هذا الرود، الله بنسى اسمائهم، انا مش كتير جيك يعني، بس انه بس هذا ضله موجود طبعا يعني. ومية المية انا معك. انا جيتاري الاول اشتريته لحالي كهدية عيد ميلادي 25 عشان ابلش مشروع الفرعي. انا مريد 83، فاحنا الحلو انه هيك في بيننا بالضبط بلوكي، عرفت كيف؟ هاي البلوكي بتفيد، بتعطيك معلومات عن اللي قبله واللي بعده. جبته يا سيد العزيز بال2008 شهر 8 يا زلمه، هلكته. هو انتري ليفل جيتار، يعني مش هو مش يعني هو مش جيتار المبتدئين على الاخر، بس الشحطه اللي بعده تكاميني، جبته من صوفيه من اي بلاي شادي خشرم، حي كبيره يا زلمه. هريت امله
لا وهو قلب جيتاري الأزرق وعليه لزقة وصار بالنسبة للناس تعرفوه إنه هذا الجيتار ما غيره. لما جبت هذا اللي وراي جبته قبل سنة ونص يمكن. تخيل يا زلمة هداك هداك يعني أنا مش فاهم كيف إذا ما عملت عليه حفلات في كل أماكن الكوكب. هو جيتار يعني من يعني يعني غريب غريب إنك تعمل فيديو هيك. بس خلاص يعني بتعرف كيف هاي الشغلات برضو الليميتيشن زي ما بيحكوا limitation is creation. اسمع دقيقة شوي خافش مش كورونا نكتل الله زلخة كل حد بعيد على الأيام كل واحد ينف خافش مش كورونا limitation is creation. يعني أنا أول ديمو كتبته بحياتي كتبته على جيتار فيه 5 وتار الأخير يعني هي بس مكسل أروح أجيب اللي تحت عارف كيف يعني أنت لو شلت كون واحد بيصير يوكليلي المفروض صح ممتازة 100% فهيك أبصر كيف إنه باللي عندك إنه زي ما تحكي افرض نزلت مثلاً إيبلتن النسخة التجريبية فيش غير أصوات رمز العاديين وهيك اعمل ألبوم على هذا أول شيء بعدين سعد ربك والله شكراً هاي نظريتي أنا إنه بكل حبة بتجيبها لازم تعمل منتج معين سعد ربك يعني هاي بديش أحكي قصة الجيل الجديد وأعمل حالي اختيار وهيك بس خلينا نفترض الألفين مواليد الألفين تمام؟ مش هالفرق الكبير من عندي بس مواليد الألفين البرودوسرز حكيت بحلقة مع زيد أوديو إنجينير حكيت البرودوسرز اللي عم بيطلعوا قاعدين جديد بده ينزل FL كامل بده يعمل بيت أبصر شو بده يصير البرودوسر بثلاث أيام بده فهمت علي؟ هاي من وراء إيش؟ الفيديوز اللي بتطلع How to be a producer in 5 minutes فهمتهم هدول؟ أو الكتاب اللي عيامك أنا لحقتهم الكتب هدول لعيامك كيف تتعلم الإنجليزية بسبعة أيام 100% تعلم الكاراتيه بخمس دقائق يا زلمة تعرفهم هذول كانوا مصفوطين كلهم برا أمي هذول اللي ببيعهم هو كل شيء بده أبو صح ركرة ما هو شوف صراحة برضو ما هلأ طبعا في الجانب تحكيه هذا بس في الجانب الثاني تاع إنه بتتطور الأمور يعني بيصير الديفولت سقف البداية بنزل فهمت علي يعني يمكن على أيامي يكون في واحد مثلا إنه هذا بده يتعلم جيتار قل له طيب اشتري هذا قل له هذا مش كهرباء يقول له بدي كهرباء لأنه أنا الستايل اللي أتعلمه كهرباء يعني يمكن هلأ واحد يقول لك أنا ما بقدر ما يكون عندي سبيكرز زي العالم لأنه أنا بدي أعمل تراب ميوزك كيف بدي أعمل ميكس الـ 808 عنده وجهة نظر بيكون صراحة فهمت علي بس أجن كل هذا بيضله حكي يعني بالنهاية مش هيك الكرياتيفيتي أنا دائما بقول حتى بالأغاني ما مستحيل أقتنع أنه اللي بيخلي أي أغنية تكون معروفة هو الستايل هو اللحن يعني انا ممكن اخلص كتابه الاغنيه بعدين تنعمل ريجي او بلدي او اللي هو او نحط عليها بيت وتصفي هوك هي اصلا بعدين يدخل على الباقي راب مثلا صح يعني فدائما هيك الاشي اللي الناس راح تحبه ما له علاقه بالترندز بس عشان تجيب الجماعه وتدعمه فهمت علي هي هيك بتشبه الماركتينج والباكجينج 100% ابو الفرعي كلامه جواهر انت زي ما حكيت بتالف بتغني راب بتغني موسيقي بتعزف عالف شغله قاعد وايقاعي تمام بلغتي انا بحكيهم بعرف اذا بحكيهم صح ولا غلط كل حكيتهم صح 100% ومش الف شغله هم حبتين يعني قويين هدول لا ايقاع فهذا الجيتار ايقاع بالنسبه لي 100% احكي لي ايش اللي دخلك على الدوام انا بالنسبه لي دوامي حلوه ايش اللي دخلك ايش اللي خلاك تبلش انا بدي اعمل الاشي هذا وايش اللي بلشت فيه يعني احكي لنا شرح خفيف عن الموسيقى عامه تبعتك كيف بلشت يعني بتقدر تحكي ثالث ورابع تطبيل على الدروج رابع خامس كنت بكتب قصائد بالعربي الفصحى تعرف بصف رابع بلشوا يعطوك قصائد فبتبلش قصائد هيك تقشعرك بالحس العربي قصيدة عن العيد قصيدة عن الابصر ايش فصرت وقتها اكتشفت هذا الشعور تاع انه اوف بقشعر هذا البيت وقافية والزلم حزين ابوي كان بكتب شعر بس وقف تاني يوم بعد 67 يعني ابوي مواليد 44 صارت حرب 67 مش تخيل عم نحكي عن 67 بس انه بال67
وكان يكتب قصائد. آخر قصيدة كتبها كانت تاني يوم بعد الحرب رسالة لصاحبه، ووقتها قرر أنه ما يكتب. فلما قال لي هاي القصة وأنا بصف رابع، كان يوم جمعة هيك قشعرت لله وقلت له اقرأ لنا إياها. فأمي قالت لي أبوك ما بقرأ هاي القصيدة، يعني مستحيل، فأنه أنا بقرأ لكم إياها. يعني هو بيطلع من الغرفة لما تنقرأ، فهمت علي ستايل. أنا وقتها كنت أصلاً بلشت القصة أني أنا روحت لأمي وقلت لها اسمع هاي القصيدة، نسيت إيش كانت هي قصيدة، حتى مش متذكر لمين، لازم أتذكر، بس كانت قصيدة تاعت العيد، إنه يا عيد والوطن، عارف كيف. فقشعرت واكتشفت شعور القشعرة تاع إنه واحد يخمع جملة تخليك بدك تتضايق يعني طلعي. فوقتها أظن أمي كان إنه يوم الجمعة حكت لأبوي إنه أو هيك بعرفش. المهم دخلت بهذا التريب تاع القصائد، قعدت أكتب قصائد بالفصحى. بعدين بسادس وبعدين طبعا بخامس هيك طلع فيز تاع ام سي هامر ومايكل جاكسون وفانيلا ايس، ودخلت التريب تاع البريك دانسين، كنا نعمل مون ووك بالصف انا وواحد صاحبي وهيك. بعدين بسادس كان اخوي سابع او كنت انا هيك اخر خامس اخوي سادس بعرفش، اخوي بلش ايش جاب معلم، راح رجع الدار سالخ البوم نيرفانا والبوم ميتاليكا والبوم غنز ان روزز. الله، انه هيك الجو كان. جاب فيديو ولا جاب ايش؟ فيديو جاب، لا كاسيتات. كاسيتات، فدخلت روك كتير وهيك. المهم فهذا عم بعطيك الباك جراوند انه قصائد وبعدين عالم الهيب هوب والدانسينج. يعني تخيل انا كنت مفكر ادخل دانسينج، ما كنت مفكر يعني قبل ما اعرف انه في، كنت احاول اعمل مون ووك وسبليت وهيك، كان اشي يعني، فهمت علي؟ ايام ما كان يسموه تكسير راب حتى ايامه يمكن كان وين، يعني ما كنتش بجوز اعرف هذا الحكي كتير زمان. يعني هذا الحكي باليمكن وين، عم نحكي على 92 93، لا بنحكي على 93 94 95 بالضبط. بعدين اخوي جاب هدول الكاستات، بعدين اخوي قرر يتعلم جيتار يا معلم. بس انا زي الخز، اخوي اكبر مني بسنة وثمان اشهر، فزي ما تحكي انه دائما كنت احس حالي سابق جيلي بسنه وثمان اشهر، صح؟ يعني مثلا اي شيء، كل شيء تعلمته اصغر بسنه وثمان اشهر، كل شيء. فهجمنا على الموضوع، اخوي حكى انه بده يتعلم جيتار، وراح بتذكر مستحيل انساها، كانت امي عم تنظف الدار، دخلنا هيك خش اخوي قال لها بدي اتعلم جيتار، وشفنا انه في بالجاردنز هون بفريدي، احنا كنا سكان جنب دوار المدينه اول الجاردنز، فانه هون في عنا فريدي وهذا، خلينا نشوف بركي. فقلت طيب بنشوف، واذا هذا انا ما بعرف، انا روحت انه انا بدي اتعلم درامز، حكيتها على اساس انه هو اخذ جيتار، ما كنتش حافظ اي شيء يعني، يمكن لو كنت بعرف كلمه بيانو كنت حكيتها، بس انا حكيت درامز فهمت علي هيك. بس لاني كنت شايف إشي فيديو لبونجوفي، واحد بخمع العصاية بتطير برجع بمسكها وبكمل، وحسيت انه قصه الدرامز يعني هو القائد وهيك، فما بعرف تعلمت درامز. وبعدين أخوي ترك الجيتار فصرت ألعب جيتار. بعدين هلأ إذا بدي أدخل لك بالتفاصيل بتقلب قصة، بس بشكل عام يعني أول فرقة عملتها أنا وشباب الحارة بسابع، تاني واحدة بتامن مع شابين مدرسة تانية. حكي لنا الأسماء. قصص يعني إذا أعطيك أسماء قديمة بخف عقلك. هلأ أول شوف فرقة الحارة ولا واحد فيهم عازف موسيقى، اثنين شركس واثنين سلطية وأنا وأخوي، وقصة هيك. وعزفنا بالحارة، عزفنا بالمدينة الرياضية، كنا نسبح بالمدينة، كان في الكشافة بيعملوا لهم حفلة بآخر السنة الصيف، رحنا لهم قلنا لهم اسمعوا احنا مش مع الكشافة، بس احنا دائما نسبح هون ونقطع الرفصات واحنا بلاد مدينة رياضية، فأعطونا بدنا نعزف احنا فرقة، قالوا لنا جيبوا هذا، قلنا لهم بدناش منكم اشي، احنا بنجيب كل شيء. كان في واحد ابوه طيار راجع من الصين جايب له درمز. انت انا ما كان عندي درمز، انا ولا عمر كان عندي درمز تحديت لقدام، بس الفكرة انه واحد بحارتي ابوه جاب درمز وانا درامر الحارة الوحيد. لما رنوا علي قالوا لي انزل، حاطين طناجر بطريقه مرتبه انه بيشبه الدرمز، وحياه امي رحت بتحمس على اساس انه انا في طناجر. كانوا بتخوت وبدهم يفاجئوني، دخلت لقيت لك الدرمز معلم، مان لموا الحاره انه تعالوا شوفوا هاد شو بيسوي. وكنت اتدرب، انا كنت اروح على فريدي اخذ حصتي، وكنت اروح بالايام الفراغ اسالهم اذا فاضي الغرفه اروح اتدرب، كنت مهووس بس العب بس درمز، فصرت انه قوي بالنسبه لواحد بتامن وسابع. يعني كنت حتى هاي القصة بحكي لك اياها، كنت لسه مش مخلص سابع، كانت بالصيف اللي بين سابع وثامن، وعزفت بالمدينه الرياضيه يا معلم، وانا عزفت درامز وغنيت ريت مي يا زلمه تاعت نيرفانا.
الله عليك. الولد صغير قاعد بيلعب درامز وبيغني ريت بنص المدينة الرياضية، تفاهم كله كشافة وأهالي وجايين من كل مكان محافظات يعني، بس ما حطونا على ستيج، هم كانوا حاطيننا على الجنب كإشي هيك عم بيصير، انتبهوا لكم. كان كتير موقف غريب يعني، كتير كان غريب انه ناس عم تعزف ميتال، لا وعزفنا ميتاليكا واثنين من الحارة عم بيقولوا انا مغني وإشي لخ، بس كان رهيب يعني. انتوا شو بتسووا قاعدين؟ كشعرتني صراحة. انا كنت في الاسبوع الماضي كان في حلقة مع اندل عم نحكي عن الباندات القديمة، تمام؟ فبالصدفة واحنا عم نحكي زي هيك دخل علي واحد اسمه كرم مسلم، طبعا بدي اعطيه شوت اوت، بعرفوش بس عم ببعث للبودكاست بعمل دعم يسعد ربه. حكالي اذا بدك تعرف اكثر، تمام، اسال واحد من هالثلاث اشخاص اذا بدك تعرف اكثر عن الماضي تبع الباندات، وهذا اللي انا كنت بدي اعرف عنه، خاصه انا مش انا هيب هوب ارتست، او بتقدر تسميني فيوجن ارتست ان جنرال، بحب كل شيء. في فيديو انبعث لي، تمام، راح احطه بالبودكاست. في فيديو انبعث لي من سنه 2000 لإيفنت انت ردايده ومحمد عبد الله بشمي ثاني. هذا نفس الايفنت، الفيديو اذا بتقدم فيه بتلاقي يزن حفاوي بيطلع جيست، هو بيعزفه قبل اخوه، في رامح فاهمين كمان فيه فرقه اكس، سمير زيدان، يعني هذا اعتق واحد بالقدر ستي، فيه كثير ناس، وديع خوري، اسمع في اسماء كثير قديمه. مش عارف اذا كانوا اثيريال بهاي الفرقه، لانه اثيريال اللي هم بعدين صار اسمهم تراب، كانت فرقه فيها احمد ردايده اللي هو اخو محمود ردايده الكبير، وكان المغني تاعهم الاول اياد حمام اللي هو اديتر فيديو بعمرم، بس هو جيتارست ومغني جامد كتير، وزمان كان عنده باند اسمها سايلنس، كانت اول باند بحضرها بالكوكب. بعدين اسمع كتير هذا الهيستوري كتير عميق، يعني بقدر اقول لك شغلات كتير تشابكت كيف وصلت لهي الصوره، بس بشكل عام انا بقدر اوصل لك لوين لحظه الهيب هوب، انه الهيب هوب 10 سنين بعد الروك بالاردن، مش انه ما كان في ناس بكتبوا، بس انا بقول لك لغايه 2003 كان انه ممكن تتعرف على دي جي، ممكن تتعرف على هيب هوب هيد، ممكن تتعرف على واحد مثلا بيعمل الكترونيكا وبيعمل تريب هوب وهيب هوب، فهمت علي؟ بس ما كانت فكره انك تتعرف على رابر، يعني فكره الراب العربي ما كانت وارده في بلاد الشام كتير لسه، لغايه لحظه اول الالفينات لما سمعنا دام وهيك. قبلها كانت فكرتنا عن الراب العربي انه ابو يوسف كعكب عجوه، او الراب المغربي والجزائري، فهمت علي؟ لغايه انه ما هو ما تنسى انه اللي بلشوا باخر التسعينات زي تامر نفار، زي مثلا ار جي بي، ولا لا لا بوكت 90 الجيل، لا بغض النظر انه البدايه، بس قصدي انت لاحظت انك تعرف عنه. اوكي يعني انا عامل راب على الستيج مثلا بالاردن بال 2004، بس كان بسياق مختلف، انه احنا كنا جاز باند عم نلعب، كنت انا راح اسافر، قلت لهم انا كتبت اغنيه على الجيتار بس فيها راب، بدلنا انا والجيتارست، انا قمت على الدرمز وغنيت هيك، بس انه هيب هوب، انه في رابرز وهيك، كان لازم يصير اشياء عشان الناس تتشجع، بتحس يمكن كان في ناس قاعدين بيشتغلوا على الموضوع ولسه ما طلع. مره دمار الحكيم، دمار الله يسهل عليه الله يسعده، اللي هو بالنسبه لي من اهم بروديوسرز بالاردن، قال لي انه بالزمانات كان في جماعه اسمهم والله نسيت، بس كانوا ينزلوا على منتديات اشياء قبل ام ام دي راب، اشي باول الالفينات، ما بعرف نسيت شو اسمهم، حتى مرة سمعني الاشي وكان انه راب عربي جامد من 2000 أو 2001 اردني. بس بالنسبة لعالم الباندات، انا اللي صار معاي زي ما قلت لك بصف سابع هاي باند الحارة، بصف ثامن اخوي كان ماشي بمحل بدور على بيس، لما اخوي قرر يترك الجيتار حول بيس شهر بعدين ترك كل شيء، فاخوي هو القصة على فكرة، هو دخلني وراح اختفى، عرفتي يعني. شاف تنين فقالوا له شو بتسوي هيك، قال له والله بدور على بيس، بصير ايش، قالوا له اسمع احنا جيتارست وبيسس بدنا درامر، قال لهم اخوي درامر، هات رقم تليفونك، ايام الارض طبعا، رنينا على الشاب قلت له بتلتقي معي هون، التقينا حكينا، عزفنا مع بعض، دخلنا على فريدي استاجرنا الغرفه هيك لمده 45 دقيقه وعملنا فرقه. هذا الشاب اسمه صائب العمري، هدول يعني يا زلمه مش عارف شو اقول لك، يعني بدنا 8 ساعات بلكي، بس هذا الزلمه كثير مقلع بكل شيء،
بعدين أصلاً هذا كنا وقتها بتامن يعني يمكن بعاشر ترك كل هذا العالم ودخل بوكسينج بعدين دخل مصارعة وكان كل شيء يدخل فيه بيبدع فيه بعدين دخل أسهم وراح على الصين وعلى الهند وعارف شو صار معاه. إخوانه اللي أكبر هم الناس اللي يعني يمكن أول واحد سكن بشقة لحاله بجبل عمان وعمل أفتر بارتي أخوه الكبير إنه هيك كتير ناس سباقين بالمشهد تاع. وبتعرف برضو أنت لأحد ديت آخر التسعينات ما كان في إشي اسمه إنه جبل عمان مكان بتروح عليه لهاي الأشياء، كان لساته جبل عمان جبل عمان مركز أبو الذهب فلاف القدس كنافة الرينبو بعدين فتح بوكسات كافيه بعدين لسه لقدام كتير أصلا فتح أشياء. فهذا كله مرتبط. بس بدي أقولك بعاشر أنا والزلمة هذا اللي عملنا باند بتاسع بطلنا هاي الفرقة وصدفة من وراء المدينة الرياضية واحد قال لي اسمع ابن خالتي اسمه محمود ردايدة عرفني عليه اكتشفت انه جيتارست الله خطير كيف عليك درامر. رجعنا حكينا مع هذا الصائب اللي انا كنت عامل معاه باند قلت له اسمع عندي حدا ممكن يزبط بيسس هو ذاك بيعمل كل شيء فانه بيجي. وجبنا محمد عبد الله مغني وعملنا باند اسمه يوتوبيا هي هاي الباند اللي بتلاقيها بالزبط. بالفيديو بتحكي عنه بالزبط. والألفين هذا آخر حفل يعني في عزفنا وإحنا بالثمانية وتسعين وتسعة وتسعين كنا نعزف كان يصير أوبن ديات في المدارس أو كان يصير في كونسرتس الروك اللي هي وودستوك وهيك. إذا بدك تعمل بودكاست يمكن لازم نشوف إذا أشرف عواملي إله مصلحة يحكي. هذا أشرف عواملي هو اللي بلش كل قصة الروك كونسرت. هذا واحد توفى أبوه بأول التسعينات ورث أرض وهو بسمع شاب خالد يعني ملوش بالروك قال لك معلم شوف شكله في جيتارستية بالزرقة والأشرفية وفي ولاد مدارس الخاصة بتعلموا جيتارات والمدارس الخاصة يمكن تسمح أن ناخذ الملاعب. فصار يعمل كونسرتات مرة بالمعمدنية مرة بالإنجليزية بالمدارس الخاصة الكبيرة اللي فيها ملاعب. فهذا السين هو اللي جمع بين أنا بالنسبة لي هو اللي جمع بين أنه عمان الغربية وعمان الشرقية لأنه بالنهاية طلاب الجامعات الباندات بكون أنه مش كلهم من عمان الغربية يعني ناس بتعزف من حولين الأردن فهمت علي ومثلا الناس من إربد ناس من فهذا السين خلى أنه يعني فعلا الكونسرت هاي اللي كانت تصير أنا بالنسبة لي السوريالية قصر التزلج كان يصير فيه جوردن ستوك كل سنة من 94 لحد 2000 بعدين صار فيه أوفنز مليون يعني مليون إشي يعني هاد حلقة لحاله. بس هذا الزمن كان اللي بيميز هاي الحفلة ام الخمس ليرات اللي بتصير مرة او مرتين بالسنة انه انت لما بتروح راح تلاقي ناس من اماكن مختلفة من الاردن وهذا الاشي كان اهم شيء فهمت علي بالنسبة لواحد زي يعني انه شو تريب احنا بحالة غريبة عرفت كيف انه انا متعود من وانا صغير انه المدرسة هي المدرسة الانجليزية امي بتدرس فيها و ندفع 30% من القسط وكل أصحابي يعني أولاد مدارس إنجليزية وهيك خاصة. بس أنا دائما كنت أربع خميس جمعة بالتاج بالحسين بالبقعة بصوالح عند قرايبي فإلي طول حياتي أنا بالعالمين وغير أنه الصيف بالضفة بجنين عمان بالأردن فكنت طول عمري متعرض على هذا الإشي المجتمعي الموجود في كل كوكب كل الطبقات. الحفلات هاي كانت تفشني يا زلمة كنت احس انه والي زلمة هدول الاثنين لو لولا هذا الكونسرت كان ما بيكونوا بنفس القاعة صح صح. هاي قصة الروك المختصرة وهذا كله بس للألفين انا اعطيتك عظيم عظيم. هاي الاشياء بعرفهاش بدي اسالك على شغله هسه اجت ببالي مرة كنا نعمل بيرفورمانس بشارع الشريعة قدام الكوفي شوب اللي كنت اشتغل فيه بعرفش تتذكر شفتني بكوفي شوب ولا لا بعرفش مرة كنت مر بعرفش إذا شفتكم يوميتها ولا لا. المهم فحمزة مر علي أكثر من مرة هناك فنعمل قاعدين الشو أنا وأحمد أبو زيد طبعا تحية لأبو زيد كنا أحلى أبو زيد عم نعمل بيت بوكس شو مر زلمة كبير بالعمر يمكن بتقدر تحكي 50 سنة مر علي بيحكي لي اللي بتعملوه حلو قلت له شكرا كتير بيحكي لي تعرف جو نينجا جو نينجا جو أوف صفنت بحكي له هذا الاسم سمعت فيه أنا صغير بس مين هدول احكي لي عنهم ما تقولي البوريني ما بعرف مان جو نينجا جو ما بعرف إذا خالد البوريني هو كان قائد هاي الفرقة يمكن هو أظن إنه هو مغني شعبي بس أنا بديش أخربش أسماء هلا فرقة الجو نينجا هدول كانوا فرقة بيلبسوا نينجا سلاحف النينجا وحتى مستحيل أنسى اللاين بقول لك جو نينجا جو نينجا جو جون
بعدين اسمي داني بحب الخير، عنواني هو حب الغير، بعدين بيطلع داني طبعا عندهم تعرفهم كل واحد فيهم كان إشي هيك. هدول مان كانوا بتلاقيهم كل حفله، يعني لما فتح ماكدونالدز بالاردن جابوا اظن عمر العبد الله وفرقه الجونينجا على الافتتاح، يعني جونينجا هو مدرج الروماني، كان مدرج الروماني اول واحد صح اي ثينك. لا لا بقول لك لما فتح ماكدونالدز اول مره تاع السابع. اوكي هذا الاشي لما فتح كان فعليا قد ما هو مهم الحدث انه فتح ماكدونالدز. كان في طوابير مسكر شارع عبد الله غوشي. اسمع مجنون الاشي. فرقه الجونينجا هذول بيسكلي فرقه هيك ترفيهيه للاطفال، يعني بيلبسوا نينجا وبينزلوا على الفعاليات يعني. اوكي اي شيء بيصير بالاردن يعني عادي، ممكن عيد الاستقلال تروح تلاقي احتفاليه بمكان وجايبينهم. طب احكي لنا هسه ليش الفرعي هل صار كتير بعدين بالزمن اشي. هلا انا قصدك ليش الاسم هو ضل يتغير المعنى، بس المبدا العام انه الفرعي انه الفروع هم الاشي اللي بتوسعوا لبرا، يعني انت عشان تنمو تتوسع لبرا، بس ما بتقدر تنمو وتتوسع لبرا بدون ما تغدى على الجذور، عشان انت يعني بتبطل فرع اذا نقصيت بتصفي قطعه خشب واقعه يعني غصن وبنشف. فهي الفلسفه تاعت الفكره برضو اجت من مبدا انه زمان كنت اقول، زمان كان لما يسالوني ايش الفرع كنت اقول لهم انه اذا بدك تشتري جريده وتطلع على العناوين الرئيسيه حتلاقي ايش بدهم يقولوا لك، بس اذا بتطلع على الصفحات الفرعيه بتلاقي قصه صغيره مربع هيك مش ماخذ كثير اتنشن عن قصه حقيقيه. والمثال الاقوى هو اذا بتنزل انت على اي مدينه بالعالم وبتمشي بشارعها الرئيسي هذا فيه ايش بدهم يفرجوك ايش بيعرضوا لك، بس اذا بتروح على شارع فرعي بتلاقي قصه حقيقيه انسانيه اكثر، وقصدي يعني من الواقع عن هذا المكان. فهمت علي؟ يعني زي ما تحكي انه شارع الشانزليزيه هم الحكومه تاعت باريس بدها اياه يمثل باريس، بس اذا تعرف حارات باريس الاصليه شو بصير فيها بتدخل على واحده من الدخلات، وهذا الشيء طبعا بينطبق على كل مدينه في العالم. اوكي فهمت عليك. وانت زي ما حكيت انت دخلت ببندات كتير تمام 100%. لا انا حاسه لا تعد ولا تحصى على الحكي اللي حكيت لي. لا والله مش كتير اكتر متخيل، يعني شوف كل واحده فيهم كان لها سبب وكان سبب كتير واضح. اوكي يعني انا اول فرقه بالحاره انه بدنا نعمل مشاركه، ثاني فرقه كانت انه لقيت اثنين وبلشنا نعمل إشي مميز. لما تعرفت على دايد كانت الفكره انه بدنا نعمل اوريجينلز ونبلش نكتب اشياء عرفت كيف بعدين وهكذا. خلينا نحكي اول باند اوفيشال وعلى مسرح وحفلات والناس عرفتكم كان المربع صح عندك؟ لا كانت قصدك اوفيشال يعني وريليسينج وريكوردينج وهيك. لا زمن الزعتر بس كنت فيها درامر. زمن الزعتر اللي هي فرقة يعقوب أبو غوش اللي هي فرقة فيوجن وجاز شرقي، وبال 2005 بال 2004 سجلنا ألبوم الأول اسمه زي كل الناس انسترومنتال كله، بس كله أوريجينالز قطع كاتبها يعقوب وأنا وأحمد بركات وصائب كنا بالفرقة. تحية لهم كلهم، صائب العمري وأحمد بركات ويعقوب أبو غوش طبعا. وسجلنا أول ألبوم إلنا باستوديو طارق الناصر برم. بس هذا ما بعتبره مشروع، هذا بعتبره مشروع طبعاً أنا كنت بالمؤسسين فيه لأني أنا لميت الناس على بعض بعد ما يعقوب قال لي إنه بدنا نلاقي ناس، بس هو كان كاتب الموسيقى وإنسترومنتال وأنا درامر طبعاً في مساهمة كبيرة لأنه بتعرف عم نلعب فيوجين وعم نلعب كتير شغلات وعم نلعب سولوز. بس أول إشي بعدها طلع مشروع الفرعي، بعدين طلع المربع، بعدين طلعوا ألبومات الفرعي أول إشي، بعدين طلعوا ألبوم المربع الأول. فبتقدر تحكي الفرعي والمربع مع بعض تقريبا. أوكي وبعديها كملت بالفرعي، سبت المربع وكملت مع 47 سول اللي هو كان مشروع لما دخل علي هذا بحياتي ما كنت جاهز له، بس هو كان ايش كنت بدي اسوي. وهاي النقطه فكره بدي اوقف عندها شوي فلسفيا، يعني انه دائما لما تكون عم تسعى على اشي هو بيجي شوي ابكر، كانه الزمن بيذكرك انك لازم تستعجل علي. ما بتكون متخيل انه اشياء بدها تصير وهكذا، يعني بتقول انه لما اخلص هاي المرحله بدي اسوي كذا، بعدين بيصير انه بتدخل الامور عليك وبتجبرك انك تبلش تعملها من هلا. وانا من النوع اللي انه تضلك طالع قدام، فيش مجال
يعني فهمت علي انه ما يعني بحبش اسلوب الضغط بس بحس الحياة سريعة وما بترحمش يعني عادي يطلعوا ناس ما بيعرفوا انت مين فهمت علي بعد ما كل الشغل اللي حطيته خصوصا احنا بلادنا ما فيها ارشفة زي العالم ما فيها مؤسسة تحضنك ما فيها يعني عادي انت تعمل ضجة كتير وتكون اشي وبالنهاية كل شيء يروح لانه ما في ما بعرف يعني تعرف هاي مشاكل اللي دخل بامور تانية يعني انه بالضبط انا مشان هيك عم بسألك عن الشغلات القديمة لانك بتعرف اكتر من ناس كتير وفي شخصيات كتير بتعرف الاشياء هاي فمع اندل عم بحكي ما في مثلا اقل ما فيها ديكومنتريز عم بيحكوا عن المواضيع الموسيقى القديمة اللي بلشت بالاردن فهمت علي لانه اذا عرفتها رح تضيع رح تحكي والشو انه في اشياء عظيمة عندنا فهمت علي او انا هسا انا او انت يمكن بعد 50 سنة يعني كتير بحزن اذا ما كانش حدا بيعرف مثلا عن البودكاست مثلا او صبت. مين هو الفرعي او مين عبود او مين كذا او مين فلان فهمت علي يعني انت بتصفي عمرك 60 سنة قاعد هيك على الاريكة وخاف عقلك على اللي بيصير فهمت علي انه وين احنا رحنا او الجيل هذا لازم يعرف عن الموسيقى اكتر 100% وتغيرت كتير اللعبة يعني بالنهاية فعليا انا وردايدة محمود ردايدة اللي هو طبعا فرقة جدل يعني مؤسس فرقة جدل بصف يعني واحد طريقة على العاشر يعني وهيك كنا يعني ما بكذب يعني فعليا كنا نلم شلون عشان نطلع بتاكسي على طبربور عشان نروح عند بيت رامي طعامنا اللي كنت رامر تاع إثيريا اللي هم فرقة محمود الأكبر عشان يعطونا الغرفة عشان نتدرب فيها وهم كان لهم مصلحة لأن هم ما كان عندهم درامر فواحد صاحبهم بالجامعة كان سنة رابعة بالأردنية وإربد وهيك إنه كانوا لهم مصلحة أن نروح عشان هم بيعرفوا إنه أنا كدرامر كنت وقتها يعني طالع على عاشر إلي 3.5 سنين بعزف درامز فهمت علي فإنه كنت كتير أنا مستواي عالي بالدرامز بالنسبة للدرامر تاعهم فأنا يعني كان بالنسبة لهم تعالوا شوفوا هاد شو بيسوي يعني خلنا ناخد منه شغلات كتير عم بطعج حالي هسا على موضوع درامز بس فعليا لأنه وقتها ما كانش كتير في درامرية وكنت أنا كتير متحمس على الموضوع فآمان كنا يعني كان كتير صعب تعرف كيف حتى لما بدك تعمل ريهيرسل يا زلمه كنت تروح انه اول شيء عند مين بدك واحد بيته مش قلق بعدين عندك درامز وبيس وامبات يعني عتله تدريب الباند اليوم كتير تغير الموضوع فهمت علي يعني تغير وصار غريب كمان يعني العمل لف غريبه يعني احنا زمان كنا نحكي انه يا زلمه هذا ما بنقدر نحسبه على الصين هذا بجيب الحان بغني فوقها او بجيبوه يغني هذا مش كرييتر يعني مش بحد بيألف الاشي وبصنعه وللأسف انه اليوم هذا اللي صار يعني رجع الالترناتيف انشهر دفشوا البديل دفشوا المستقل انتشر لدرجة انه صار له جمهوره بيجوا ناس بديش اذكر اسماء بس بيعملوا فيرجن اضعف من اشي موجود عرفت كيف وبيشتري بيت من النت وبحطه ما هو طبعا بده تروح التراك فايرل ما انت اوريدي سامعها على النت وعارف انه البيت فايرل قد الدنيا يعني لو بدك تجيب بيت انت بروفيشنالي ميكس تو فايرل اوريدي وتغني عليه اغنيه بالعربي راح يروح فايرل ما هو البيت رايح فايرل لحاله مع كلماتك اللي بتكون لطيفه ومع الثيمات اللي بتختارها اللي بتكون لطيفه يعني شوف ما في واحد ركيك بفوز بس برضه مش كل واحد مش ركيك قوي طيب. عارف علي كيف فعشان هيك مثلا انه قصة انه خلص بجيب بيت بالنت وغني فوقه وحط كلمات انه اوكي ماشي بس انه هذا مش كارير هذا مش واحد داخل في موسيقى جد لانه بالنهاية هل هو رح يعمل مصاري من هاي الاغنية لا هل هو هاي الاغنية بيمتلك حقوق ادائها هل بيقدر هو واحد يحكي معي ولما نستخدمها بفيلم هو يعطي الحقوق لا هذا هو الموسيقى معنى البزنس حقيقي انك انت كل ساوند بيت انت you own it فخربش صار الموضوع شوي بس بالنهاية هذا هو الاشي يعني اذا بتصنع اشي جديد بدك تتعب وتعرف انه مش انت اللي رح يأكل الكيكة يعني صح. هيك الانسانية بتشتغل صح صح طب احكي لنا شوي بتعمق اكتر عن كيف بلشتوا 47 سول كيف انتوا بلشتوا مع بعض الفكرة لا هلا شوف 47 سول صراحه هي اجت يعني مع الزمن انه كيف انا لما انا كنت في امريكا 3 سنين انا قعدت في امريكا 5 سنين بس 3 منهم كنت ما بقدر ارجع على البلد كنت كان عندي مشاكل بالفيزا وهيك وقصه طويله شوي ف
طب انا من الجيل اللي وصلوا امريكا بعد 3 اسابيع صار 11 سبتمبر فهمت علي، فانه وكنت بولاي متحفظه وهيك، فكتير قصص صار معي مشكله مع الاميجريشن وروحوني على الاردن وبصر ايش، وقعدت سنتين، وهدول السنتين سوينا زمن الزعتر اصلا يعني انا كثير غريب هذا الشيء، ورحت على الاردنيه حتى اهلي قالوا لي اذا ضلك تستنى الفيزا روح على الاردنيه بركي ما عمرك رجعت عشان ما تضيعش مستقبلك يعني. ف بهذيك الفتره رجعت انا ورداي بدنا نعزف شوي على فكره، وكنت انا من الناس اللي كانوا باللحظه اللي قبل ما تاسس جدل، بس بعدين تركت انه ما كنت بدي اكمل كدرامر بس بفرقه روك، كنت بدي اعمل شيء ثاني بحياتي. ف شو صار وقتيها كنت في امريكا وما كنت بقدر ارجع، ولما رجعت على عمان انا وحمزه ارناؤوط اخذنا بيت الثالث وصار فيه غرفه تدريب اوتوستراد غرفه تدريب المربع، فقلبنا بيت بننام احنا فيه بس هو هب لفرقتين كتير شغالين في الاردن. اوتوستراد كانت وقتها شغاله كتير اكتر مربع، كان المربع متاسس، وبنفس هاي الفتره مان الانترنت والفيسبوك كتير فاع، وبلشنا نكتشف مين الموازي لنفس فكرتنا بعمان برام الله او بحيفا او بالشام او بالقاهره او ببيروت صح، وصار التواصل هذا وفتح الخط على الداخل، تعرف تعون داخل بده يجي على الاردن، تعون لبنان بده يشوف تعون ضفه، فبشوفوا بعض بعمان، وعمان لعبت هذا الدور الهب انا بسميه الفيز الذهبي هذا 2008 ل 2013، انه فعليا فتره كانت كثير نشيطه، كان عم بيزيد كل شيء، كان بري ثورات قبل ما تصير الانتفاضات العربيه، ففي روح هيك الناس انه مقهوره بدها تحكي، عم بنتشر المحتوى العربي أكتر، خفوا بندات الكفر، صار الواحد يغني عربي، صاروا عارف كيف، صار في راب عربي طبعا. نفس الفترة اللي اكتشفت فيها 962 كنت راجع على البلد، وحمزة أرناؤوط كان عم بيسوي صوت بجارة وقال لي مان في فرقة راب اليوم، قلت له مين راب يا زلمة، انزل أشوف الوضع، شو راب يا زلمة، فيش راب، لا يا زلمة، نزلت لقيتهم كلهم مع بعض عرفت عليهم كلهم بشكل في واحد، العصابة كاملة. بس قلت لهم بتسجلوا؟ لا والله ما عندنا استوديو، ما عندكم استوديو، خلاص بكره تعالوا هون نروح. هذا ب 2009 صح ولا 2008؟ هذا يمكن 2008 حتى بتذكر، هذا شوف بعد حرب غزه كانوا يسجلوا تراك وما عندهم هاد، فرحت اخذتهم معي عند يعقوب ابو غوش، كنت انا كان عامر طاهر المختار شاوت اوت طبعا، كان سام الصح استاذ سام، كان باك، ومين دان. كمان نزل على الاستوديو معانا دان دريل، المهم هيك قلت لهم تعالوا، انه كان يعقوب بده يسجلهم وقلنا مصنع، فهيك كان في هالعلاقه تاعت انه قلت لهم شباب انا رابر، وهم انه رابر الاردن وينك وهيك، قلت لهم انا اكبر بالجيل اكبر منكم بشوي بس انا لي غايب 3 سنين وهكذا، والثلاث سنين هذول فيهم صار كثير شغلات يعني فعليا 2005 2006 2007 انه يعني من شهر يعني فهمت علي، يعني كل صيف 2005 وكل صيف 2006 وكل صيف 2007، تنساش حرب لبنان، تنساش برضو يعني كتير صار شغلات بهذيك الفترة هيك عززت كيف الناس تهتم بالمسألة وبرضو تخلطها في الموسيقى. فهاي الحالة خلت أعرف مين هو لائس بيت، وانا وحمزه من جمجم مع بعض على الجنب في البيت، كنا بنعمل البوم فرع المداخل اللي هو البومي الاول الراب، بعدين اجى رمزي سليمان زي ذا بيبل كان جاي على البلاد عشان نازل على غزه يدرس موسيقى بمعهد ادوارد سعيد لمده 6 اشهر، فقعد بغزه 6 اشهر، فصفينا انه انا بروح على الضفه وباجي ولا من الداخل، وزي قاعد بغزه وعم بشبك مع كل الشباب اللي بيسووا موسيقى ويعني راح وهيك طلعت فكرة انه لازم نعمل كولكتيف، بما انه رمزي بغني بالانجليزي وجامد وبعزف كيز وجامد وبعزف كيز غربي وشرقي، صار عندنا اسد وانا عندي خبرة وحمزة بالشرقي والغربي كتير لانه بنعزف ايقاعات وانا كنت وقتها خلص خريج زمن الزعتر اللي هي سان اوف تايم، الفرقة اللي قلت لك مع اخوه ابو غوش اللي كلها مقامات عربي مع فيوجن وجاء، يعني كيف تشبك الربع مع كل شيء تاني وتلعبوا مع ستايلات تاني، كنت الاشي اللي انا بتخرج منه، فكنا جاهزين نعمل اشي مختلف وبايلينجوال وهيك، فقلنا خلينا نعمل كولكتيف. بس بعدين لما طلعنا وعملنا اول حفلة بالاردن ببلوفيج وكان انه الويترية برقصوا والناس اللي برا مان، الناس اللي برا كانت عم بتطل جوا بلوفيج انه من ايمتى هذا المحل فيه مجاويز،
فهمت علي؟ انه والله والله تعون الحاره اللي كان بتطلع انه هدول صاروا يسووا اعراس. يعني ليش بلوفك بالعاده بيكون الوضع كثير مش هيك واحنا يعني فهاي الحاله ما خلتنا نحس انه شيء رهيب. طلعنا تاني حفله كانت بلندن، فلما شفنا رده الفعل بلندن وبعدين طلعنا كمان حفلتين هيك عاديات بعدين فيستيفال والفيستيفال الناس انهبلت، طلعنا هيك على بعض انه شباب دقيقه شوي احنا هون في مسؤوليه انه في اشي من عنا بيقدر يحرك اكتر من هيك. فعشان هيك صارت الفكره جديه. بس انا ما كنت ناوي يعني ما كنت مفكر راح يضل كولكتيف على الجنب، بس قلبت جد. بالضبط. انا بتذكر لما اجت كنت باستديو 8 اول مره سمعت عنكم، كنت انا بعرفك من قبل، كنت سامع عنك اكيد من قبل بس ما تقابلناش للاسف، بس هينا شرفنا يسعد ربك. انا اول مره بالمناسبه اول مره حضرتك لايف كان 2013 ريد بول بي سي 1 ميدل ايست، كانت المدرج الروماني مزبوط 2013 و اي ثينك هاي عملت تراك، كانوا جايبيني هيك زي عملت تراك حلو بالضبط. كانت بالزبط. كانت شو بتسموها انتو البريكنج يا يا بي سي 1 صح بالضبط. بي سي 1 كانت وانت نزلت قبليها اي ثينك كان في اشي بمسرح البلد مش متاكد 100% اذا ذكرتي خاينتني، كان منير بوكلثوم وبويكت والجماعه جايين هناك اي ثينك انت كان لك شو معهم بعرفش اذا ذكرتي يمكن غلط. يمكن كانت اطلاق البوم بويكت حيوان ناطق يمكن اذا هو عمله مسرح البلد. انا جيت متاخر ما شفت الشو تبعك بس شفت بويكت شفت منير حلو. فبعدين بعد بسنتين او بعد بسنه كنت مع استوديو 8، دخلت مع استوديو 8 انا لفتره، يوميتها تعرفت على مين؟ على داني حكت له في 47 سول 1 2 3. فيوميتها حتى اخذته عبد الهادي ميلز اخذته وعملت الفوتوشوت اللي هو اللوجو تبع 47 سول بالضبط. و يسعد ربه مان. شو اخباره مان؟ هيهم شغالين باستديوهات، شغالين الشباب بعمان. بعمان لسعته طلع هو فتره على مش عارف ايش بتذكر كان بالنرويج. بالنرويج طلع ورجع، وانس كان بامريكا ورجع، بس هسه هيهم شغالين على استديوهات. هسه اكثر اي ثينك مش متبع كثير بالكونتمبرري ماشيين، فهمت علي؟ هسه اكثر حلو يعني البريكنج موجود والموفز موجود بس الكونتمبرري هسه شغالين فيه، شافوا حالهم فيه اكثر المفروض. يوميتها عرفتكم بعدين حضرتكم مرة بحفلة بكان مهرجان ناس شو اسمه ما انذكرتي أنا عاطلة جد، نحن بودكاست نحن مش مذيع بس في كان مهرجان كتير كبير وحضرتكم أنا فيه، بس ما بعرفش كنت مبسوط ما علينا. يسعد الله. عزفنا كتير فشو اسمه 47 سول، بعدين كلكم نقلتوا عشتوا بيوكي مفروض صح؟ صحيح تمام. وعندي سؤال، كيف انت عم بتشوف الناس اللي بتيجي بتحضركم بيوكي او بخلينا نحكي باوروبا، الناس اللي بتيجي بتحضركم باوروبا بيحكوا عربي عرب، كيف ايش نوعيه القشعره تبعتهم بس يجي يحضروك؟ هلا شوف صراحه كثير الواحد صراحه تعلم شغلات بهدول 5 سنين، يعني استنتجت كثير شغلات استنتاجات مش عاديه. شوف العرب بنبسطوا عشانه هاي موسيقتنا واحنا بالغربه، that's it. يعني هذا هو السبب الرئيسي. اي شيء زياده اذا دخل الموسيقى هذا بيعتمد على الشخص نفسه، يعني الفان لهيك نوع ميوزك اللي هذا بيجيك ما هو بيجيك من اخر الدنيا لو بده. هذا واحد. فكره انك كيف انت الغربي بسمعك بدري ورح تاخذ هاي الشغله وقت، ومش انا اللي عم بحاول اغيرها، الزمن. يعني انت بتقدرش تخلي الربع الشرقي اشي معمم بهالسهوله بكل مكان، بس بكل الاحوال ازداد الهند العربي بالبوب ميوزك بول الكبير، غير انه اصلا نوع ايقاعاتنا هي موجوده. هلا تنساش انه عالم الافرو بوب برضو هو مش كتير بعيد عن فكره شام ستيب، انك انت تيجي تاخذ الإفكت تاع كلشر معين وتحطه على البوب ميوزك، مش فيوجن. الفيوجن هداك أكتر بعالم الإكسبرمنتال والجاز، إنك أنت تفرجي حدا كيف تقدر تعمل إشي ذكي موسيقياً بإنك تخلط أنواع. إحنا أكتر إنه أنا عم بحاول أقول إنه الوستر أصلاً بوب ميوزك بالمعنى الغربي السائد
popular music اللي هي تسمعها على القناة الثانية تاعت كل بلد في العالم هاي اللي هي أمريكية وبريطانية يعني، هي أساسها is black music بكل أنواعها صراحة. الروك الرول أصله بلوز، والبلوز أصله جاز، والجاز سوري والجاز whatever يعني إنه it comes من الهيمز تاعت slaves. فنفس الإشي كل إشي تاني يعني، حتى إنه الهيب هوب كانوا سامبل، حتى السامبلينج تاريخه مرتبط بالبوسانوفا جاز، تخيل تاع الدي جي. يعني شو اسمها اللي بضلني أنسى اسمها أنا، بيلي مين مش بيلي هوليدي، الحدا اللي ألفيس بريسلي أخذ منها ستايله بيسكلي. صراحة ما عنديش معلومة. واحدة سمرة. وأنا بالنسبة لي الموسيقى السمراء هي نفس الإيقاعات اللي تتراوح بمنطقة إفريقيا والجزيرة العربية والشمال، يعني عارف كيف يعني، عربي العربي لغة مش عارف كيف. فما بعرف كيف أحكي لك إياها، إنه المساهمة تاعت إيش الثقافة هاي جوا البركة الكبيرة تاعت الموسيقى السائدة في العالم هو واجب يعني أنا بحسه، وما بنعمله عشان أسباب قومية يعني. أنا مش جاي إني بدي أحط يعني لو يعني مش هحرر فلسطين أنا إذا حطيت موسيقى العربية البوب ميوزك، مش هون النقطة. أنا عم بقول إنه صوتيا بتفرجي إنه إحنا مساهمين ومنتجين وهذا الإشي إلنا، فبيخلي الإنسان العربي يحس حاله إنه هو جزء من إشي أكبر، وبالتالي بيرجع بيكون فعال بالكوكب بدل ما يكون بعقلية إنه إحنا العرب وهم العالم. وهاي مصيبة، لأنه كشعوب عربية لمتكلمين اللغة العربية إحنا كل مرة بنحكي النا هاي التي تعود علينا، ولا واحد فينا بيعرف قصدنا مين. لما بنحكي المسلمين إحنا مش متأكدين إيش قصدنا فيها، ولما بنحكي العرب إحنا مش متأكدين إيش قصدنا فيها، ولما بنحكي إحنا هي التعميم يعني سيء. ف يعني شوف عبود، أنا ما بخف عليك إنه مسألة الصراع الهوية هو جزء كبير من الموسيقى. أنا بعالمي أنا في الموسيقى صراع الهوية جزء كتير كبير من الموسيقى. في ناس تقول لك لا يا عم ليش دخل أنا بعمل هيك، طيب أعمل هيك أنت حر، والناس راح تحبك وراح تحبك أكتر مني، لأنه الناس بدها أغنية موسيقى يعني فانكشن. بس أنا مش بهذا المكان يعني، أنا بالمكان أكتر اللي بدي يكون عندي مساهمة ثقافية، إنه هذا ساهم بتغيير كيف الناس بتفكر بطريقة معينة، فأبروتش غير. وإلا بس فهمت علي صح؟ يعني أنت بالنهاية إذا الشغلة شغلة هيت دخلتني على ترب تاني، أنا مبسوط يعني. مو إذا الشغلة شغلة موسيقى وهيت، هذا اللي أنا عم بحاول أعمله. بس هي البالانس صح يعني، كيف اقول لك اياها، انا هدفي اني اعمل اغاني تدخل علي مردود يسمح لي بس اعمل اغاني. بس عشان اعمل هاي العمليه بدون ما اخسر رسالتي والشيء اللي بلشت فيه الموسيقى، السبب العمليه صعبه هيك بضلوا في مد وجدر، فهمت علي صح؟ انه بالنهايه بقدر اجيب هلا شله موديلز ولحن بقشعر، اكشلي اللحن اللي باكل مع كل العرب هلا بعزف لك اياه يعني، هو كورد بروجريشن معين خلاص. وبنحط كلمات بتقشعر يعني عن الام او عن فلسطين او عن حبيبه، اي مشروع بياكل مع العالم وبس يعني. التراك بيروح ما في اي سبب، واذا صوتي مش حلو بنجيب مغني يغنيه يعني، بنعمل هذا المشروع. بس هذا مش اللي انا بسويه وراح اسويه، هذا اللي بحكي عنه يعني، راح اسويه بلحظه لما تكون بالضبط المعادله انه كتير كوميرشل بس بتلائم ايش بدي احكي راح اسويه. ولما تصير وتكون تراك كتير كبيرة راح اكون انه ما عدت اضلني احكي انه انا بقدر بس ما هاد، فهمت علي يعني. انا نفسي اوصل رسالة انه شاب انا يعني كتير underground، مش underground يعني داخل بالعمل تاع الموسيقى، وعن جد كيف انك تدخل ثقافة حارتك وتدخل تكنيكس وهيك، مش انه بس بدي اعمل مصاري. بس at some point بدي افرجي انه بتنعمل، وعشان اثبت انه انا ما عم بحكي من فراغ، عارف كيف. اوكي طب احكي لي عمرك اي فيز بفوتوا الارتست، بس خلينا نحكي عن لما كنت او لما انتو بيوكي مع 47 سولز بتعملوا تورز الناس بتعرفكم، دخلت بفيز انه لا انا رابر ايش بعمل مثلا؟ انا عارف انك بلشت موسيقي عامة، بس دخلت الفيز هذا انه هسا الناس بطلوا يشوفوني رابر.
شوف دخلت بهذا الفيز وكنت بعرف اني قاعد بضحي لاشي اكبر عشان الايجو تاعك ما بيفيدك. انت بدك تصبر على حكم الناس، احسن اشي انك تصبر عليه عشان ترجع تثبت لهم شو قصدك. يعني صراحة انا مع احترامي لاي حد بالعالم، بس انا مو محتاج اي حدا يحكي اني رابر او لا، فهمت علي؟ يعني ومش قصدي احكيها انه عشان انا عامل راب لحالي بالبيت، لا، انا قصدي اذا بتروح هلا على الساوند كلاود تاعي وتنزل بتراكاتي عبر الزمن حتلاقي تراكات راب كل 3-4 اشهر ماكسيموم، يمكن مره غبت 8 اشهر. فولا مره غبت عن الراب، بس هي الناس دائما بتحكي بالإشي السائد اللي بسميه حكي الناس. يعني شوف اذا انت عامل ريسيرش عني وعم تحكي إشي بالضبط وجبت شغلات صح، ممكن تضايقني كتير لانك فعليا باذل جهد وجبت الحكي صح. بس اذا واحد بس بيحكي انه هو سامع انه اخذت انتو تشامس تطلع الله فاعل تاعت 47 سول وانه الفرعي جزء من هاي الباند، يا زلمه ايام الراب كان احسن. طيب اذا شو ايام الراب؟ انت فتحت الساوند كلاود تاعه عرفت اذا هو امبارح منزل تراك ولا لا؟ فهذا اللي بيقهرني. مثلا بيجيك واحد يكتب لك انه عاوزين اغاني زي زمان، زي تغيرت ليه؟ بكون جاب لك بدك زي زمان، عامل زي زمان كله راب. انه انت مو يعني كلف حالك اكتب الفرعي مغني اردني سيرتش وشوف شو بيطلع لك عشان تعرف. هم لا، حسب ايش السائد اللي بنحك عنك بيحكوا. و ذمور والأكد، وكل ما ينتشر عدد يكون في عدد اكبر تعليقات اكثر، هذا انت كفرد بصير تطلع عليه هاي المجموعه وبصير تفهم العقل الجمعي كيف يفكر اكثر، فبتبطل اشياء تضايقك. يعني عارف كيف؟ وبس ب 47 صراحه كان الهدف طول عمره انه نخدم الهيب هوب الاردني نخدم الهيب هوب العربي بشكل عام. بس الرحله كانت ضروري انها، واحنا ضلينا نحكي شام ستيب، وهلا شام ستيب جانرا على الانترنت، تكتب على ويكيبيديا بطالك انه هذه جانرا، مش احنا اللي حطيناها، يعني هذا الزمن اعترف فيها. فالتجربه بتاعتنا فازت، بس بالنهايه الليبلز بيصنفونا هيب هوب. اوكي. فاللي صار انه الناس ضلت، انه الناس اللي عم تاخذ بيتس من اتلانتا وبيعملوا راب بالعربي ومفكرين حالهم عم بيعملوا تغيير وطن عربي، ضلوا يحكوا هذا مش هيب هوب، هذا مش هيب هوب. العالم حكى انه اللي احنا بنعمله هيب هوب، لانه هيب هوب فيه راب، عارف كيف؟ فيه بيت، فيه 808، وفيه كل شيء، وفيه كلتشر. يعني هذا اللي بيحسب اللي هو عنده الخبره حكى انه هذا الشيء هيب هوب. ف شوي بضحك اللي صار. يعني انا بهاي الزاويه ممكن ابلش اهت عشان بحس انه فزت، بس لما كنت مبين اني راح اخسر في عالم حاولت هت، ولما فزت قد ما هم ما بيعرفوا ما اكتشفوا. بس مو مهم، لانه راي العامه هو اللي مهم. يعني انا ما بهمني شو العالم بسميني، انا اللي بهمني اذا الناس اللي في بلدي استوعبت اني انا مثابر، هاد كل اللي بهمني. فانه بتاخذ اشياء وقت. بس شكرا ربك، حبيت حكيته مليون بالمية، واوافقك الراي يعني للابد، لانه ربك. كل حدا انا هو مش فير كتير كان السؤال، بس انه حبيت احكي للارتست اللي عم بيطلعوا جديد وحابين يكونوا زي طارق ابو كويك، بغض النظر زي طارق ابو كويك نفسه او زي طارق ابو كويك بيعزف بغني بايقاعي بغني راب، ف ايش بننصحهم هدول حتى الشباب الجداد او البنات الجداد اللي بدي يا بدي يكون زي ابو كويك او نفس ستايل ابو كويك، بدي اكون زي هيك. وبتعرف انه جواك لما تكون مثلا فلنفترض انك رابر، جواك بتكون بقدرش اعمل لانه صعب شوي، لانه السوسايتي عندي هيك، فهمت علي؟ بصير تتخيل انت اشياء من راسك مش موجوده ممكن. مان انا ما خلصت وما اكتشفت شو اللي يعني انا صراحه بحب اعمل اللي بحب اسويه قبل ما اكتشف انه فيه له اسم. يعني زمان كانوا يقولوا لي مان انت مغني ولا راب، ما كانوا يقولوا لي، ما بعرف، كنت اتخيل الناس عم تقول لي هيك انه شو بدك يا زلمه، عامل لي فرقه روك طلع راب وبتلعب درمز. اسمع انا مرت فتره بحياتي على فكره طويله كنا كل ثلاثه انا ويعقوب يكون عندنا جاز، يعقوب ابو غوش طبعا تحيه كبيره، يكون عندنا جاز. على فكره بدي احكي شغله صغيره، يعقوب ابو غوش واحد من الناس اللي كثير دعم الموسيقيين التانيين. يعني ما في حد ما استعار منه امب، ما سجل عنده إشي، ما عمل له إشي بلازم، كتير حدا خدم وكتير تكنيكال وكتير قوي وهيك. بس بحب يعمل بس اللي براسه الميوزك قد النظر.
كنت كل ثلاثة كنا معاه جاز عزف كانفاس بأي مكان ونلعب سولوز ودرامز شغل يعني. كنت أخذ 75 ليرة وروح على أي فأنه بعدها بنفس الأسبوع يكون عندي حفلة مع المربع, بعدين مثلا حفلة أكوستيك في بارجوز, بعدين مثلا في لاين أب هيب هوب مسرح البلد أكون نازل فيه. يعني مر علي كم من أسبوع اللي عزفت فيه كل السكيلز تاعتي, فهمت علي؟ بمدينة زي عمان فيها 3 مليون وهيك 4 أيام بالأسبوع, فكان كنت أحبه وكنت شغال هندسة أيامها يعني. تلاقيني عادي بركب راك بالتلفزيون الأردني كانت هذيك الفترات كتير كتبت فيها, خصوصا كنت أتعامل مع الحكومة كتير بالشغل, فكنت أكتب فيرسات على كيفك, فهمت علي؟ كون مروح مخنوق يعني, واحد تافه بوجهك أنت على الشباك رقم 2, فهمت علي؟ فبتروح على البيت تمسك القلم تمزع الصفحة تمزيع. فمان حلو. وأقول لك شغلة مان, بشكل عام أنا يعني هيك ما اكتشفتها, مان خلينا نرجع بالتاريخ ونلاقي الناس العظيمين اللي عملوا تغيير, بتلاقيهم بيعملوا كتير شغلات مختلفة. أنا مع مبدأ المالتي تاسكينج, عشانه لما بتكون مركز, وفي ناس يقول لك لا ما انت تتشتت تركز بإشي واحد, اوكي بس لما تحكي ركز بإشي واحد شو هو؟ رابينج از نوت سمثينج جست تو فوكس اون, يعني انت مش هيك الدنيا يعني, طلع يعني اوكي بدك تكون بس احسن رابر, طب بركي الراب بطل مهم, او يعني ما بحس انه خلص. شوف هي هاي بيرسوناليتي تايب, يعني نوع شخصيه, ما بقدر اجي احكي هذا الصح وهذا الغلط, بس انا متاكد انه مايكل جاكسون كان عارف المحاسب اللي بيشتغل مع الايجنت تاعه شو بيسوي, وكان بيشيك ايميله اذا كان في ايميل او كده, بس انه فاهم علي يعني. ما بنفع واحد يكون انه انا ديفا فنان, انا بس انه انا باجي بمسك المايك وبغني, انا مش الباند ولا بيعرفوا يحكوا مع مهندس صوت. او ايش مهندس صوت؟ انا اول ما ادخل على فانيو اول شيء بسوي بروح بسلم مهندس صوت بايدي قبل ما اطلع المسرح, بروح عنده انا على مسرحه بقول له كيف حالك شو اخبارك هذا, اذا طلع بيعرفني بكون مكيف, اذا ما كان بيعرفني بكون انه بقول له هيك كذا. كل الشغلات الصغيره هاي مان كلها نفسي اكتب عنها كتاب. يعني انا كتير بحب الموسيقى عبود, لدرجه اني بحب الموسيقى بالمعنى مش الميوزك انه ثيوري, بحب كلتشر الستريت ميوزك, سواء كيف الموسيقى اللي بسمعوها الجيل الشباب بتغير بالوضع, كيف بتعكس الوضع, كيف بتحكي عنه. يعني لاحظ قديش الهيب هوب والتراب مان, خلينا ناخذهم بس بالوطن العربي, هم بيعملوا هاي العمليه برا برضو, بس خلينا ناخذ بس بالوطن العربي قديش بيعبروا عن الحاله. جيل الهيب هوب اجى من الالتيرناتيف هيب هوب اللي هو بوليتيكال, اللي راح استخدم هذا البيت وراح اجيب سامبل من ثقافتي احط عليه بيت بوم باب احكي كلام واضح مسموع بحكي عن الوضع. هذا كان الاوف التيميت, واذا البيت جامد والفلو جامد يسعد الله. فهلا مثلا اكثر انه بدي احكي مشاكل شخصيه وعشان اكون حقيقي, لانه زودوها وهم بيحكوا على الوضع العام. الاثنين صادقين بالنسبه لي, الاثنين صادقين. واحد اجا وقال لك ولا حد فيكم بيحكي عن اللي عم بيصير حوالينا, خلاها تصير معممه, صاروا يجوا طفيليات بدهم يحكوا عن الوضع وهيك بس بطريقه ركيكه وزنخه, زودوها. فالبني ادم الشعب الناس العقل الجمعي استاء, قال لك زي شو هي كولا يعني, كل واحد يفوت يعني هسه بده يحرر حلو عنا سوري, بس انه فانه اجل اكثر صادق انه ليه عم تحكوا عن هذا الاشي. يعني انه خلينا نكون عن جد واقعيين اكثر. هلا بلشت تملق من فكره انه انا اللي عندي مشاكل شخصيه وتراكاتي عن كودين والزناكس وهيك, فانه بدنا اللي بعده. حلو التعبير هذا. تراب بالنسبه لي هيك, وانا بحب التراب لله. انا هلا مش قادر اعمل بومبا, مش قادر اعمل هيب هوب, خلص زهقته يعني, بحبه وراح ارجع له بالوقت المناسب لما بصير فينتج اني اعمله. يعني بعد 10-5 سنين بنزل البوم بومبا بيشبه ال 2005 عكيفك, عارف كيف, بعد 20 سنة هيك انه ريكول. بس هلأ بدي اعمل تراب, يعني متحمس اعمل تراب, بس بدي اوتو تيون وبدي العب 100% 100%. يسعد الله. يعني افهمنيك, اذا انت ارتست جديد بدك تعمل زي ابو كويك, اعمل اللي بتحبه وادعس, هذا هو اعمل تحبه, ما تدخل جو انه احنا الي ستايل المعين مش رح اغير, يعني انه مش ختائر احنا يعني عادي. انا عمري 37 سنة بس بحس حالي طفل, انه لا لسه ما طلعت بالفيلم, ويمكن اكتشف بالنهايه انه اسمع خلص مان, احسن إشي بعمله اكثر إشي بحبه الناس هو الاغاني السولو على الجيتار. اوكي فاين, انا بحب اعمل اغاني سولو على الجيتار, انا اذا بتسهر معي بمسك جيتاري وبعطيك اغنيه, فانه راح اعمل هاي الالبومات. بس مو معناته مش راح اعمل البومات تانية,
ولا معناته لما يجي واحد بيقول لي انت ليه تغيرت ليه وستايلك وهيك، عرفت كيف؟ ضل مكتوب لي تغيرت ليه كل ما اعمل اغنيه جديده. كل ايش بعمل مكتوب لي تغيرت ليه؟ انت خلص ملك. حلو حلو السؤال، هو زنخ بس حلو السؤال. زنخ لله هو يا زلمه، بتحسكم حدا من عمان. اسمع بسألك تغيرت ليه؟ ليه؟ انه ليش بتعمل تغيرت ليه؟ انه انت فاهم يعني انه عن جد يعني زي كلكم من ابو زنخ هلا صرتوا سمرجان من وين؟ سمرجان بي فائر البيت بوكس شوت اوت. والله فائر ضحكني، سمرجان من وين يا كبير؟ ما علينا. اخر سؤال قبل كلاسيك هاي. ها بالضبط. قبل ما نختم بديش اختم بس اخر سؤال. قبل فتره حاولت الاقي الفيديو مع ما عرفتش اكون دقيق بالسؤال، بس قبل فتره فيها 3 سنين او 2 طلع كان عندك شوب يوروب في مكان ما وخلعت حذائك، ملبس الحذاء اللي كنت لابسه الشوز وات ايفر، عشان احكي لنا ليش بديش اكمل. شوف انا مش كثير تاع هالحركات، بس فعليا هذا البوت يا الله شو حبيته. كنت ماشي بمطار ولاقي لك بوت طلع عليه من بعيد، انا مش تاع بوت بس اطلع انه وال هذا البوت شو انه جامد، والبوت رحت قربت امسكته طلع اديداس. اديداس اظن اديداس طلع اديداس وطلع عليه، بقول لك مش تاع بوت مان، وعليه فرل، وانا فرل ويليامز بالنسبه لي رهيب كشخصيه، لانه هاد بروديوسر ودرامر سونغ رايتر، ففي كتير اي ريليت تو الموقع اللي بلعبه جوا الميوزك وجوا الهيب هوب، هو موقع انا بحب العبه. سونغ رايتر في كاركتر، درامر شوي اديوكيشن، بحب الاديوكيشن، بحب يحكي مع الناس. بس بعدين شفت لك انه فرل كان ب زي ايفنت مخصص لدعم الجيش الاسرائيلي، يعني مش انه مثلا كان مش انه عزف بشيء كان في اسرائيليه، لا اساس انه هم سائلين، بس قصدي انه يعني شيء كتير يعني ما يعني حتى لو كان مين ما يكون ولو كان اي جيش على فكره كمان بحسها مش شيء حلو من ارتست. فانقهرت لله فعملت هذا الفيديو، كنت في باك ستيج كنت عم نعمل ساوند تشيك وقعدت افكر كل اليوم بعد ما شفت الخبر، فحطيت الفيديو هيك قررت اني انزع حذائي وازته بالزباله، فهذا اللي عملته سيدي. وطلعت حافي على الستيج؟ لا مش لا ده عندي كان معي بوت تاني يعني بس لا انا بالنسبه لي هاي انها قمه القشعريره، وبحييك على الاشي اللي بتعمله وممتاز انك عملت الفيديو، لاني بس شفت الفيديو كتير انبسطت، قلت يسعد الله في بني ادمين زي هيك، واذا حدا ناس حكى لك شو اوف انا موافق، احكوا شو اوف بس اتليست مان. كل يوم بيصير شغلات ضد فلسطين وهيك، لو بدي اعمل عليها شو اوف كل يوم اعمل 3 فيديوهات، بس هاي كانت قصه شخصيه انه انا بوت عن جد حبيته، يعني انا كنت عم بحاكي البراند اكثر من مساله فلسطين. بالضبط فعليا انه انت ضايقتني، انتوا كانكم اعتبرتوا يا اديداس ويا فرل انه ولا واحد فيكم بحب فرل لهالدرجه او بحب اديداس لهالدرجه وتحت احتلال. فانتوا تمام اعتبرتوا انه مش مشكله، ممكن 3 يكونوا هيك، انا واحد منهم كنت. بالضبط حسيت انه لو انا بعمل هذا الفيديو ويمكن يوصل، بعرفش اذا وصل، انه الناس بتشوف انه هذا الزلمه هيك انه ما بركي. فهاي كل قصتنا سيدي، بدكم مش تيجي تحضرونا لايف؟ والله يا ريت على الاونلاين. اوكي 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 12 اوكي طلع مباشر. هسه بنحكي عنه، هسه بنحكي عنه استاذ، انا جعلني احكي على القصص الثانيه صراحه. انا طلعت. اسمع انا خلصوا اللي كانوا براسي الاسئله، وعم بسالك اشياء قبل ما نوصل لاخر شيء الفرعي. حلو. مباشر. متى رح تيجي ايرلندا اول شيء بعد اللوك داون؟ في اي خطه سيدي؟ اهلا وسهلا بالجميع. لا خلص هلا الامور تيسرت وصار في موضوع الفيز انحل، فنيجي بنشوفك ان شاء الله، بس انت برضو لازم تيجي على لندن معلم. اكيد نفرجيك، تعرف الي انا هون 5 سنين، فيعني زي ما تحكي صرنا نعرف انه في المشهد تاعنا في شيء عربي هون بصير، في فعاليات أصلي. ففي جو لطيف اصلا. وبعدين تنساش لندن مدينه بمروا عليها كتير ناس، اللي رايحين على امريكا بوقفوا هون، اللي راجعين على البلاد، فكتير في من جماعتنا بمرقوا هون، يعني تستغرب طلع لك 2-3 أصلي. مش زي برلين، برلين عادي بتلف تلاقي شباب الويب دي هون برلين مش عادي الوضع يا زلمه، بتفتح تحس حالك برومي. قال شيء. طب احكي لنا عن فرعي مباشر. فرعي مباشر يا صاحبي العزيز، صحيت وقررت اني اعمل حفله اونلاين واعملها بتذاكر،
الواحد بيقول لي طب ليش يا زلمه الناس كيف هاد؟ لانه التجربه هي انك تروح على استوديو وتعمل بث مباشر يعني جوده عاليه هاي كواليتي، ثلاث كاميرات، وتجهز الحفله بطريقه انك تعملها زي كانها برنامج. يعني مثلا راح نصور اشياء قبل ونكون بنقطع عليهم بين الاغاني، ولايف حقيقي، مش اني رايح اسجل باستوديو بعدين اعملها بث. لا يعني لو بعطس الناس بتسمع اني عطست، اوكي هي اصلا لايف حقيقي. وبدي اجرب هاي التجربه، بدي اعرف قديش الناس عندها استعداد، بدي اعرف كيف بتصير العمليه تكنيكلي، شو اللي بيصير بالاستوديو، بدي اعرف اذا التفاعل مع الجمهور كيو ان اي لما بيكون بسيت اب اكثر، انه واحد دفع على التيكت عشان يحضرها، غير عن انستغرام. انستغرام كل واحد مارق بلاقي طالع لايف بفوت ايش ابو الكذا على راسي. بس ما في حفلات، ما بنقدر نسافر، كثير الناس اشتاقت الحفلات، احنا اشتقنا العزف. فقررت اعمل فرعي مباشر على موقع اسمه كراود كاست، والديسكريبشنز يعني تاعت الموضوع موجوده كلها على السوشيال وكذا وغيره. حلو، يا ريت. فبحب الناس تيجي تشوف الحفله تدعم الموضوع. وبعدين التذكره بيجي معها رابط داونلود الالبوم الجاي لازم تسعى، اللي هو البوم راب. اوكي، فتقريبا عم بعمل بري سيلز كامبين، يعني انا فعليا عم بعطي شغلات مع التذكره. بالتاني تذكره بتقدر تشتري ثلاث تذاكر بسعر اقل عشان تشجع الناس يحضروا كمجموعه. قول فهذا النظام العام اذا زبطت، وهي الحمد لله لغايه الان كاسبوع ونص لنا ولسه ضايل معنا اسبوعين ونص تسويق، الوضع الحمد لله ممتاز. بس انا بدي كمان ناس تيجي، ليش؟ عشان حاس ان العمليه هاي بدها كمان اكثر من هيك شوي، بتصير انه منطقيه. ساعتها بقدر اقول للناس للفنانين يعني انه شباب بتزبط. عارف هلا بقدر اقول لهم زبطت، بس تعبها اكثر من مردودها. أوكي. عرفت كيف؟ يعني غطيت الكوست، بس محتاج اني اكون انه لا بقدر اعملها، لانه التعب اللي تعبته عليها كتير كبير، فمش عملي اني اكون اقطع شهرين من السنة واعمل هذا الشيء. بس اذا بتزبط بيصير ستايل معين للحياة، واللي عن جد حاب اروجه هو ثقافة انك تدفع عشان تحضر اونلاين. هلأ رح تكون غالي لانها بدايتها ولازم تعطي معها البوم، بس تخيل بالمستقبل انت تعمل شو whatever show، بتعمل بيت بوكس او whatever dance، اي شو بالعالم، ويكون مثلا بمحل كاباسيتي تاعه 250 واحد ببلد معين وتبيعهم بعدين بألف. هاي المشكله، هي بس غالي، تجيب ستريمينج، ناس يعملوا لك ستريمينج لكل مكان. اذا بتقدر تبيع التيكت تاعت الستريمينج $2 غير الحفله تاعتك الاصليه وكل العالم يقدر يحضر وتصير هاي الثقافة، هذا ممكن يكون نقل نوعي للناس اللي متواصل معهم، اللي بنوصلهم، للمردود المادي اللي بيجي من الحفلات. بالضبط. وما بيأثر على الحفلات العادية، لأنه أنا نفسي نوصل للفيوجن بورت، لازم تصير كل الحفلات تنبث. صح. يعني مش معقول إحنا نص البلاد، بلادنا، كنت بحكيها بالبوستات أنا، أنه إحنا من أماكن بلادنا ما نقدرش نعزف فيها. فإت ميك سنس إن نكون عم نبذل جهد على موضوع الستريمينج، لأن الفلتريشن على الأونلاين كتير عالي في الوطن العربي. الوطن العربي عبارة عن شعوب صغيرة بالسن، شعوب شابة، مش القارة الختيارة ولا شو بسموها، القارة العجوز، إحنا القارة البيبي، وكله عن نت يا كبير. يعني بالكافيه، بالسيارة، بالقهوة مع الشباب، مع وين مكان، كله على الإنستا، كله بطقطق، تيك توك، كله بيعمل كونسومشن لداتا. ف يعني اذا مش احنا اللي راح يبذلوا جهد عشان موضوع الاونلاين، مش عارف انا مين هم. فالفرع مباشر 12/12/2020، يعني معطيكوا البوم الزلمه. البوم، اسمع انا لو العيب بدي احكيها، انه يا جماعه شو اسوي؟ البوم وريبلاي وداونلود، شو ايش اسوي؟ اشرح فلوس دي شو اسوي؟ والله مان عظيم صراحة. يعني لا، وبعدين الناس قلبت لها كم من قلبة من نوع الحلو، بس لا تمام. يسعد الله، يسعد. تعرف الناس تستفز لما بتقولهم بدي ادفعك مصاري عشان يفكروك انه انت جاي تقص عليه. هو مش عارف انه هو قاعد بجر الداتا وبكونسيومينج دعايات وبدفع مصاري كل يوم لكل الشركات اللي بالعالم، بيجي يهت عليك انك بتقوله ادفع على قدي. طب يعني سوري، بس بكيت دخانك وقهوتك يعني. صح. قديش بعمان؟ قديش؟
بعرفش اذا هذا سر بس اللوكيشن ممكن تحكي لنا عنه ولا سر هذا كيف راح يكون يعني؟ لا لا هلا هون برضو نقطة مهمة يمكن ما حكيناها انه انا نازل على استوديو متخصص للصوت وصورة اسمه 10 ستوديوز. اوكي. معي 3 كاميرات وفي ستيج ديزاين يعني احنا نازلين بدنا نجيب شغلات ونركب يعني القصة قصة. انا قصدي تحضير هذا الاشي اصعب من تحضير الشو العادي الا بشغلة واحدة انه هذا ما بده سيكيورتي وترخيص. اوكي. اللي هي بالعادة قصة بس من ناحية القلق الثاني صوت وهيك بالعكس قلق كتير أكتر لأن أنت ريل تايم برد كل العالم بعدين عندك مشكلة أونلاين اللي مش عارف يدفع اللي الدفع ما زبطش هاي ممكن واحد يقول لك الفيديو ما فتح فهاي كلها شغلات بدك لا لا اسمع الموضوع جامد وبيسحب الطاقة يعني لا بالعكس كتير الجهد بتاعها كبير بس برضو احنا مش وظيفتنا نيجي نقعد نهت على العالم هم يعني الدنيا شوف زمان وانت بتعرف جوز عبود زمان كان يجي عليك واحد عادي صاحب كافيه يقول لك تعال اعزف عندي تقول له طيب وقديش وهيك يقول لك تعال انا معطيك السبيس يعني انا قصدي ليه اتوقع انا هلا انه كل الناس بطل العربي فاهم انه لا حفله اونلاين الشاب تعب عليها وهيك ليه انا جاي من جيل كانت العزف اللي قاعد بعزف بدهم اياه يعزف بلاش ف مش راح ازعل هلا من التعليقات اللي بتيجي بالعكس خلي الناس تعلق اهلا وسهلا فيهم بالنهايه ما راح يعرفوا شو اللي عم نحكيه ما بصير نضل احنا برضو نشكي الناس اللي عرفت فاهم علي لازم بالزبط. ندخل بمرحله قاعد خلاص ما نستوعب يا زلمه الناس مش كلها فاهم ايش عم بصير يعني بالزبط. مش وزير التربيه انت عشان تقلق احكي لكم شغله يا جماعه الخير اللي بيحضر هسه قاعده البودكاست اللي شايفين هاي اللي انا بعملها والقصص هاي كلها بعملها انا بس تعرفوا عشان احط السيت اب تبعت البودكاست انا بغرفه عاديه ما في اي شيء بس انتم بتشوفوا الموضوع كتير حلو مبين كتير حلو بقعد بالضبط يمكن ساعه عم بظبط الوضع غير الشغل تبع الايديتنج وغير الساوند طبعاً. انا عم بحكي عن ساعه تمام فما بالك انت عم بتشوف اشي فول اتش دي فيش لاج فيش اشي وصوت بخوف في استوديو وواحد عظيم عم بيشتغل الشغل فمش خساره ما في والله كل احترام يسعد ربك اسمع اكيد شو بغلبك التواصل مع الفنانين والناس بس انت قول لانك بالسين وكثير بتعرفوك الشباب وهيك يعني بعرف الكل تمام انا لاني قلت لك انا فيوجن بروح بخش على الكل عارف كل حدا فهمت علي حتى ملحنين ما ملحنين يعني قبل فتره كان معي كان في شو كتير كبير لامان كوير بعرفش اذا تعرفهم امان كوير كنا حوالي هيك 30 حدا مان على ستيج وانا البيت بوكسر وهم كلهم اكابيلا فانا خاش بكل بحب كل شيء مان كل شيء فهمت علي رهيب. يعني أحكي يعني مره السفر الكوري حكت لي بدك تعمل جانجام ستايل قلت لهم ايوه يلا فهمت علي وينكم زمان قاعد بستنى طالع ف بس طالع في مشكله اي ثينك في ناس بحكي لك بدي انزل وبرجعش احكي معك بس سو فار يعني مثلا ابو كويك بحكي ابو كويك احكي مع الفلان الفلاني انه انت طلعت عليه فبكون مبسوط انه ينزل فهمت علي انا بدي حدا يكون مبسوط انه معي هذا اهم شيء انه يكون مش ضروري تكون فان للبودكاست بس مبسوط انك توزع النولج للعالم فهمت علي طبعا بالضبط يعني ما هذا البودكاست رهيب بالنسبه لي انا بحضره وكثير بتسلى لاني بسمع وجهه نظر كل واحد وبيخليك تفهم وين وصلنا بالفكرة خصوصا أنا مثلا هلأ غايب حتى لو أني مش غايب على البلد خلاص أنا من جيل شوي كبرت يعني لو بدي أكون بعمان مش رح أقعد أنزل أشوف كل الشباب مش رح أفهم شو عم بيصير طول الوقت وإحنا عم نكبر رح يجي الشباب جداد يزمي والله مبارح وقعت على فيديو بيوتيوب نسيت لمين حد أول مرة بشوفه مكتوب عليه 20 رابر مظلوم من الأردن 20 مش 12 20 ولا بعرف ولا اسم واحد فيهم وإذا أنت بتعرف اسم واحد بس يمكن جيل كتير أجدد فهمت علي أو بس هذا عم بحكيه هذا إشي أنا كيفت طبعا إنه في زخم تعرف كيف راح يدهشوا كتير ناس ف يعني نتوقع يطلع ناس جامدة أكيد أصلي ويسعد ربك كم مرة على دعم البودكاست وهذا يعني لي كتير يعني كتير بيعني لي صراحة كل احترام سعد ربك إيش حاب تحكي إشي أخير للعالم وليش لازم يسمعوا بودكاست والله ميو لازم يسمعوا بودكاست والله ميو لأنه البودكاست حلو وبتتسلى فيه ولازم تيجوا وتحضروا الفرع مباشر وديروا بالكم على حالكم وعبود أدهم جامد ويسعد ربك يسعد ربك اليوم بشتري التيكت تبعي أنا لسه ما اشتريتوش بس مشغول حبيب والله يسعدك حبيبي لا يا زلمة أنت على الليست كبير بس ابعث لي إيميلك
حبيبي يسعد ربك ثانك يو. لا لازم نعمل سبورت معلم بزبطش بدي الالبوم خلاص اعمل سبورت انا بعدين ببعث لك اياهم ببال يسعد ربك يسعد ربك يا جماعه الخير بدنا نختم راح احط اللينك تبع فرع مباشر موجود تحت بالديسكريبشن ادعموا الفكره انبسطوا غير انكم بس تيجوا تدعموا انبسطوا والبودكاست اعملوا له سبسكرايب والسوشيال ميديا تبعت الفرع موجوده وزي دائما تقدر تسمعونا على سبوتيفاي ابل بودكاست وعلى انغامي وعلى بلاتفورمز كتير يلا سلامات جماعه